العزيز عبد المجيد نفال وزملاه في برنامج كاريزما. أسأل الله لكم التوفيق والهدى والتقى وأن يوفقكم ويحقق هدف كل منكم على الذي يرضي ربكم ويسعدكم في الدارين الأولى والآخرة. عليكم بمراقبة الله تبارك وتعالى والعمل قول وجميع الأعمال قولا وفعلا فيما يرضي ربكم سبحانه وبحمده. وأوصيكم بالتكاتف والتعاون والإخلاص كل منكم للآخر على الذي يسعد في الدارين الأولى والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظنا الله وإياكم على طاعته. تفضل أبو سامي. والدك أبو سامي. سأل الله أن يطول في عمره خلي لك. إيش تقول بعد ما سمعت رسالته؟ شكرا لك العفو. يا هذا المايك يا عبد المجيد اللي عاقبك. لا شغال شغال يا عقوبتي من هالمايك. الله يطول بعمرك. صراحة شوفه شوفت صورة السعادة. كلامه أيضا يعني دخل السرور في قلبي. كلامي لأبوي أقول إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله أني أكون مجمله وأكون رافع الراسه بإذن الله. والله أني أبذل المجهود أني أقدم صورة كويسة وصورة زينة وأن أبوي يرضى فيها. الله يخليه. اي والله والله يطول بعمره في ذا الساعه. الله يطول بعمره خليه ويرزق كبير ان شاء الله. اللهم امين. وشكرا فهاد والله العظيم انك يعني فقره سامي. جميله جدا جدا جدا. الله يسعدك. اللي بعد يا رامي.